هنروح معاكم للخرطوم والزميل فاروق صلاح موفد قناه الاهلي الى الخرطوم. فاروق اهلا بيك. كل التحيه ليك يا استاذ ابراهيم، كل التحيه للمهندس عادل القيعي، وكل التحيه لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. فاروق عايزين تسفرنا معاك للخرطوم وتحطنا داخل اجواء البعثه دلوقتي احنا وكل الساده المشاهدين. يعني انا عايز اخد من كلام حضرتك استاذ ابراهيم لما اتكلمت على حفاوه الاستقبال واستقبال فريق النادي الاهلي اللي بيحظى بحفاوه استقبال يعني كبيره جدا لدى وصولنا لمطار الخرطوم. طبعا كان في استقبال لفريق النادي الاهلي معالي السفير حسام عيسى سفير جمهوريه مصر العربيه بالسودان، وايضا علي ابشر نائب رئيس نادي المريخ اللي صمم على استقبال النادي الاهلي في الصاله الرئاسيه التشريفيه اللي هي صاله كبار الزوار. لدى خروجنا كان في يعني فوج كبير جدا من جماهير النادي الاهلي اللي كانت حريصه انها تكون موجوده في المطار الخرطوم لمساندة ومؤازرة النادي الأهلي. الهتاف الأول كان أهم أهم أبطال أفريقيا هم، ثم الهتاف الآخر أفريقيا يا أهلي. دي طبعا أنت عارف يا أستاذ إبراهيم والمهندس عدلي العقيده اللي عند جماهير النادي الاهلي، سريعا بنحتفل بالبطوله ثم بنفكر في البطوله العاشره، ثم يعني المطار من المطار للفندق الاقامه يعني مسافه 25 دقيقه. سريعا يعني استقل لاعب النادي الاهلي وتوجه فريق النادي الاهلي الى فندق الاقامه. طبعا كافه الترتيبات وكافه الامور الاداريه الخاصه بالفريق كانت يعني بتسير على قدم وساق ومتابعه مهمه جدا بين الاستاذ خالد الدرندلي رئيس بعثه فريق النادي الاهلي مع معالي السفير حسام عيسى. ثم بقى نقول بدا اليوم الثاني للنادي الاهلي اللي هو اليوم النهارده، يعني انطلق اليوم بوجبه الافطار للاعب النادي الاهلي كانت في تمام الساعه 10:30 صباحا، ثم محاضره فنيه المستر بيتسو موسيماني كانت في تمام الساعه 2:10 ظهرا. وكان يعني قبل المحاضره كان في المسحه الطبيه يعني طبقا للبروتوكول قبل المباراه ب 48 ساعه، ثم توجه الفريق الى ملعب الجوهره الزرقاء اللي استضاف تمرين النادي الاهلي. هو التمرين الاخير او الاول والاخير لفريق النادي الاهلي على ملعب الجوارة الزرقاء كان في تمام الساعه 1:00. عايز اقول لك يا استاذ ابراهيم ان درجه الحراره يعني تقدر تقول درجه الحراره عاليه جدا، يعني بتتكلم في درجه حراره 35 38 درجه مئويه، ودي من الامور الصعبه جدا ارتفاع درجه الحراره، لكن نقدر تقول نسبة الرطوبة ونسبة الأكسجين أفضل بكتير جدا من مباراة الكونغو. مران أكثر من رائع النهاردة لعيب النادي الأهلي مستر بيتسو موسيماني، طبعا بيقف على بعض الأمور الفنية الخاصة بالفريق أو التشكيل اللي هيلعب بيه اللقاء. طبعا جرب كل اللاعبين، جرب أكثر من طريقة لعب، طبعا هو تابع يعني خلال الرحلة من مطار القاهرة حتى مطار الخرطوم كان بيتابع كل المباريات الخاصة بفريق المريخ السوداني، أيضا مباريات في الدوري السوداني. تقدر تقول اطمنك ان شاء الله على حاله اللاعبين، اطمنت من الدكتور احمد ابو عبله على حاله عمرو السوليه وايضا محمد الشناوي يعني بعد مشاركتهم في مباراه المنتخب المصري. هنا ايضا حديث وسائل الاعلام في السودان عن المباراه وعن اهميه المباراه لفريق المريخ السوداني والاستضافه النادي الاهلي، وان النادي الاهلي احد كبار القاره الافريقيه. كانت جريده صدى وجريده النهار ابرزت الكثير من العناوين والاحاديث الصحفيه لمستر بيتسو موسيماني، واتكلموا على ان بيتسو موسيماني واحد من المدربين اللي يعني ليه يعني اصحاب تاثير جدا وخبره ودرايه كبيره جدا بالقاره السمراء واجواءها وظروفها. دي اقدر اقول لك ان هي كل الكواليس كل الاخبار. انا موجود معاك يا استاذ ابراهيم، موجود معاك يا باشمهندس لو في اي استفسار او اي تساؤل. فاروق الفريق اتمرن النهارده على ملعب المباراه مش كده؟ بالظبط يا استاذ ابراهيم، المران الاول والاخير ملعب الجوهره الملعب طبعا الملعب انت عارف لا هو افضل الملاعب الموجوده في السودان عامه، هو ملعب الجوهره الزرقاء افضل الملاعب. حاله الملعب تقدر تقول كويسه نسبه يعني للكثير من الملاعب الموجوده، لكن الملعب اللي هيتمرن عليه النادي الاهلي غدا هو طبعا اقل بكتير جدا من ملعب المباراه. طبعا ملعب الجوهره الزرقاء ليه ذكريات سعيده مع النادي الاهلي، النادي الاهلي كان الموسم الماضي صعد من ملعب الجوهره الزرقاء وان شاء الله يعني يحقق ان شاء الله الانتصار في هذا اللقاء، ومن ثم ان شاء الله تحقيق البطوله العاشره باذن الله. طيب مسحة الكورونا الخاصة بالاتحاد الافريقي نتيجتها ظهرت ولا لسه؟ لا حتى الان هيتم ابلاغ فريق النادي الاهلي غدا ان شاء الله بالمسحه الطبيه لفريق النادي الاهلي، ان شاء الله يتم الابلاغ بالمسحه غدا بمشيئه الله. وطاقم التحكيم منين؟
يعني عايز اقول لحضرتك بالنسبه لطاقم التحكيم، يعني قبل يعني هقول لحضرتك طاقم التحكيم ثم هيكون معايا في هذه الاثناء الاستاذ خالد الدرندلي رئيس بعثه فريق النادي الاهلي. حكم اللقاء هو الاثيوبي باملاك تسيميا بيعاونه عيسى يحيى من تشاد، والحكم الثاني اوبليك اوكيلو من اوغندا، والحكم الرابع إيريك توبريس من اثيوبيا. انا معايا في هذه الاثناء الاستاذ خالد الدرندلي رئيس بعثه فريق النادي الاهلي، هيحطنا ويقربنا من الصوره اكتر ويطمنا على كافه الامور. استاذ خالد تحيات الباشمهندس عادل القيعي والاستاذ ابراهيم المنيسي وكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. تحياتي الكابتن عدلي وكابتن ابراهيم، ونفسنا كانوا يكونوا معانا ان شاء الله المره الجايه كده نحتفل مع بعض باذن الله. ان شاء الله يكونوا موجودين بقى في بطوله العالم وكاس العالم للانديه باذن الله. ان شاء الله. عايزين نطمن ونطمن كل جماهير النادي الاهلي على حاله الفريق، وانا عارف ان في خطوط اتصال مفتوحه مع الكابتن محمود الخطيب على الفريق، ايضا الدور الكبير جدا اللي بيقوم بيه معالي السفير حسام عيسى. بص، هو من اول ما وصلنا الحقيقه بنشكر معالي السفير لاستقباله، وبرده مش استقباله بس، ده كل طاقم السفاره، وبنشكر نائب رئيس نادي المريخ بنفسه كان واقف مستنينا الحقيقه في المطار وفي عند الطياره وفتحوا لنا كبار الزوار، يعني الحقيقه كان استقبال مشرف وحافل يليق بالنادي الاهلي. وبرده ما ننساش ان احنا برده قمنا باللازم برده في مصر، وده بيردوا اللي احنا قمنا بيه، وده المتوقع ما بين احنا بلدنا، يعني احنا مبسوطين ما فيش اي عقبات بتقابلنا، كل شيء سهل وكل شيء مرتب ومنظم سواء من السفاره او من نادي المريخ. الحقيقه بجد يعني كل حاجه ماشيه زي الفل. اللعيبه الحمد لله ان احنا النهارده اتمرنا تمرين كويس، كل اللعيبه حالتهم كويسه، عملنا المسحه النهارده الصبح، ان شاء الله بكره هتبان النتيجه باذن الله، ما فيش اي حاجه ان شاء الله. يعني في اصرار وفي روح حلوه، في يعني عايزين نرجع ان شاء الله بثلاث نقاط باذن الله ان شاء الله. خطوط الاتصال من الكابتن محمود الخطيب اللي اكيد بيتابع مع حضرتك كافه تفاصيل الفريق بعثه فريق النادي الاهلي، حطنا في الصوره ويعني الرسائل اللي بيبعتها الكابتن محمود الخطيب من خلال حضرتك للاعيبه النادي الاهلي. هو طبعا اول حاجه الصبح طبعا بستقبل تليفون الكابتن محمود، اطمن على يعني كل حاجه عملته ايه هنا، عملتوا ايه التمرين، الساعه كام رايحين، الملعب ايه بكره، الترتيبات، الاقامه، يعني انا طمنته كل حاجه ماشي. يعني فعلا الحقيقه الحمد لله كل شيء ماشي كويس جدا، زي ما بقول لك احنا يعني كفايه ان احنا كل الفرقه وكل البعثه حاسه ان احنا مش في غربه يعني. فالحمد لله الناس كويسين جدا، الناس معانا كويسين جدا، ويعني احنا متفائلين ان شاء الله. درجات الحراره ودرجه الحراره عاليه جدا، شايف تاثيرها على المباراه وعلى اللاعبين هتكون ازاي؟ بص، طبعا في درجه حراره عاليه 35 36 يعني، ولكن عايز اقول احنا اتعودنا بقى خلاص، ومرينا بحاجات اكتر من كده، ومرينا باكسجين اقل من كده، فلعبتنا خلاص متمرسين وعندهم خبره، الحاجات دي ما بتاثرش ولا ما بفكرش فيها. يعني ان شاء الله بس ان احنا نفكر في المباراه تكون مباراه كويسه، بغض النظر بقى احنا ما بنقولش، يعني خلي بالك احنا انا حاسس ان المباراه بغض النظر الثلاث نقاط ما فيش عصبيه، ما فيش تعصب، الناس معانا النهارده في التمرين في منتهى الترحاب، يعني احنا مش داخلين معركه. فريق كبير الاهلي، فريق كبير المريخ، فريقين كبار، كل واحد يسعى انه يفوز بس بروح رياضيه ومن غير تعصب، من غير يعني حاجه تخرج عن النص، بالعكس الامور كلها كويسه جدا. حتى في الفندق هنا من بيشجع المريخ ومن بيشجع الهلال ومشجع الاهلي، كلنا الناس قاعدين بنضحك وبنتكلم، الموضوع قريب جدا يعني. استاذ خالد، جلساتك مع الجهاز الفني كابتن سعيد وكابتن سامي واللاعبين، ايه اللي لمسه؟ ايه اللي حاسه من اللاعبين؟ طبعا احنا خلاص نسينا البطوله التاسعه، دلوقتي مطالبين بالبطوله 10، وده قدرنا، قدر النادي الاهلي. بص، عايز اقول لك حاجه برضو، احنا في حاجه مهمه، الناس عماله تقول احنا عايزين نكسب مش عارف ايه، وده يكسب ايه عشان نلاعب مين، وده يلاعب الاول ولا الثاني. احنا بنفكر ان احنا مجرد ان احنا نطلع الاول، مش مجرد ان احنا عايزين نلاعب فلان وما نلعبش، احنا النادي الاهلي نلعب اي حد، ما بنفكرش نطلع الاول عشان نلعب بتاعه ونتفادى، كلنا هنتقابل في الاخر، طالما انت بتلعب على بطوله يبقى ما بتبصش هتلعب مين، لو ما عتبوش دلوقتي هتلعبه قدام. فاحنا تركيزنا ان احنا نمثل النادي الاهلي بصوره مشرفه، نمثل مصر بصوره مشرفه، نكون لقاء محترم، يعني ناديين من بلدين اشقاء، هو ده المهم. انما الفوز احنا عندنا طبعا ثقافه الفوز كلاعيبه وكجمهور وكمجلس اداره وكل حاجه، هو ده اللي بنسعى عليه ان شاء الله.
استاذ خالد. باشمهندس استاذ ابراهيم انا موجود معاكم، لو في اي سؤال او اي استفسار حابين توجهوه للاستاذ خالد البرندلي. لا احنا عايزينه بس هو اللي يوجه، يعني نحمله سلامنا للبعثه ونشكره على هذا اللقاء، وعارفين انه بخبراته هيكون يعني داعم جدا وجوده للفريق، فمتشكرين جدا وربنا يوفقكم يا رب، وكلنا نكون في إطار الإسهام في توطيد مزيد من العلاقات بين الشقيقين اللي التحموا في هذه اللحظة، يعني من أهم الحاجات التاريخية، ومشكرين جدا جدا، ونرجو أن تؤدي هذه الزيارة إلى مزيد من اللقمة. أنا عايز أقول لحضرتك نقطة مهمة، عايز أقول لحضرتك نقطة مهمة جدا يا باشمهندس بخصوص الحضور الجماهيري للمباراة. أيوة كنت أسألك عليها يا فاروق، اتفضل. بالظبط يا استاذ ابراهيم، طبعا الكثير من الاقوال ترددت، ولكن الخبر الاكيد من خلالكم ومن خلال قناه النادي الاهلي وبرنامج مالك وكتابه، نادي المريخ السوداني قدم طلب للاتحاد الافريقي بالموافقه على حضور 1000 مشجع لهذا اللقاء. ايضا كان نادي الهلال السوداني قدم طلب بالموافقه بحضور 1000 مشجع في مباراه الهلال وصن داونز. الاتحاد الافريقي وافق للنادي الهلال على حضور 1000 مشجع لمباراه الهلال وصن داونز، وايضا وافق لفريق المريخ السوداني على حضور 1000 مشجع للمباراة. دي الأرقام الصحيحة، وأيضا هيتم السماح، طبعا النادي الأهلي كان عامل فريق المريخ بالمعاملة بالمثل، إن شاء الله يتم السماح للعدد 100 أو 200 من أفراد الجالية المصرية الموجودة إن شاء الله بمساندة ومؤازرة النادي الأهلي. تمام يا فاروق، شكرا جزيلا، تحياتنا للأستاذ خالد وللبعثة كلها. شكرا جزيلا لموفد قناة الأهلي إلى الخرطوم الزميل فاروق صلاح، اعتقد صوره كامله، صوره كامله ورساله يعني محترفه. لكن انا كل اللي بيضحكني اجايين افتكرتك. ما شفتش واحد بيخاف من المسحه اكتر منك غير انا. انا اجايين الراجل يعمل له كده، يفرك في عينيه يعمل له كده، يعني حاجه يعني يا رب. بص استنى ماشي، بص هيجاني ده كان بيطلع عين في قطر. طب ايه هو مش بيحط كان بيعطل يعني ايه يا ابني ده هو هيعطل. بيقول له في مناخيري في مناخيري ما تحطهاش في عينيا. طيب اول ما هيقرب ده بالايحاء، اول ما بيحس ان قربت من مناخيره بيتاكل. عموما دي كانت المسحه اللي الاتحاد الافريقي بياخدها للبعثه، وان شاء الله تعالى زي ما الأستاذ خالد الدرندلي قال بكرة النتيجة تظهر، وإن شاء الله كله يكون سليم ويجاهز للمشاركة.